على الأيام وبرد من الهوى وصباح مع الأنغام وفرح بهذا العيد وفرح بهذا العيد. مناسبة عيد الأضحى نهنى الوالد والوالدة وجميع أبناء الشعب اليمني. نهنى بمناسبة عيد الأضحى السعيد جميع الشعب اليمني، ونتمنى له إن شاء الله التقدم، وإن شاء الله تنحل الأزمات والمشاكل، ويصبح اليمن يمن جديد وسعيد ومستقبل أفضل إن شاء الله. بمناسبة العيد الأضحى المبارك أهني الشعب اليمني وأهني أبي العزيز الغالي وأمي الغالية، وأهني أخوتي وأخي الكبير وفالحج ساري حج، أهني أن الله يرجع بالسلامة، وشكرا جزيلا. أهني أمي، أهني أبي، أهني أخوتي، أهني صديقاتي بمناسبة العيد، وأهني كل أهلي والشعب اليمني بالكامل، وأنت بخير. نهنى الشعب اليمني بمناسبة عيد الأضحى الكريم، ونهنى جميع الحجاج وأخوتنا في البيت الشريف. حرام تهجر ضنينك، مشتاق لك يا حياتي. بمناسبة عيد الأضحى أهنى الشعب اليمني أجمع، وأخص بالذكر والدي العزيز الدكتور عبد الله الحامدي وإخوتي وعمي مطهر السراجي وعادل السراجي وأحمد السراجي وكل الأهل والأحباب. نهنى بمناسبة عيد الأضحى جميع الأصدقاء وجميع المواطنين وكافة الشعب اليمني وخاصة أصدقائي. أهني الشعب اليمني وأهلي كلهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل عام هم بخير. نهنى الشعب اليمني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونهنى جميع دول العالم، ونهنى الشباب، ونهنى زملائي وأصدقائي ورفاقي في الحراسة. أهني الشعب اليمني بهذا العيد، وأبي وأمي وعائلتي وكل أصحابي وكل عام وانتم. والله أهني أهلي وكل الناس اللي أحبهم وأحترمهم بالعيد، كل عام والجميع بخير إن شاء الله. أحب أهني بمناسبة عيد الأضحى المبارك عاد الله علينا وعلى الشعب اليمني وعلى كل العالم العربي والإسلام إن شاء الله بالخير والعافية. أحب أهني أهالي وأهلي وأقاربي والدي ووالدتي كل أقاربنا وبما فيهم يعني والدتي على الأخص، وفي الحقيقة ما يعني ربما العيد أجاء على يعني أوقات قد تكون نوعا الشعب يعني يمر بأزمة، ونوع من إن شاء الله تمر الأزمة هذه على خير، ونتمنى أنه يتوفق اليمنيين إلى مزيد من التوائم والحب والتوافق إن شاء الله، وأتمنى أنه يعيد العيد وقد أصبح اليمن يعني أكثر رخاء وازدهارا، أتمنى وإياكم إن شاء الله. أيام أهني أصدقائي أبي وأمي اللي كل يشوفونا. كلات خير وأنت طيب. أهني بهذه المناسبة الوالد والوالدة أكيد وعموم شعبنا وأصدقائي في المهجر أكثر شيء، يعني الذي فاقد لهم أكثر شيء في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. أنت بخير وأقول لهم كل عام هم بخير بإذن الله. أهلنا الشعب اليمني بكاملة، والدي والدتي وأنت بخير إن شاء الله. وأهني زوجي ووالدتي وجميع أخواتي وكل الأصدقاء، وأهني القناة قناة العقيق بمناسبة العيد عيد الأضحى المبارك، وكل عام والشعب اليمني بألف خير إن شاء الله. عيد وحب هاي الليلة الناس معيدين خير أصدقائي وماما وبابا وأصحابي كلهم. السلام عليكم. السلام وكل عام بخير ان شاء الله جميع الشعب. ما تتمنى هذه المناسبه؟ اهني الشعب اليمني كله بكل عام، واهني الامه الاسلاميه ان شاء الله بالعيد الاضحى المبارك جميع الشعب. بمناسبه عيد الاضحى المبارك اهني اصحابي واصدقائي والاهل. جاي الورد بايدي وهدي.
بمناسبة طبعا هذا العيد إن شاء الله بهنئ جميع أصحابي وأهلي طبعا وأهلي اللي في العراق وفي ماليزيا، وإن شاء الله يكون عيد خير على اليمن وإن شاء الله تتجدد حياتهم الأحسن إن شاء الله. عيد وحب هاي الليل الناس معيدين أنت وياي الليل. السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام بخير. بخير. لمن تحب تقول كل عام بخير؟ ماما وبابا وجدتي وعمتي وخالتي كل وأصدقائي. وأنا. وأنت. شكرا. وأنت أخي. لمن؟ لأخي وأخوتي وعمتي وخالتي وأمي وأبي وكل أصدقائي كلهم. وأخي كامل. كل عام وأنتم بخير. شكرا. وهني جميع الشعب اليمني والأهل والأصدقاء، وإن شاء الله كل سنة والجميع بخير والوطن بخير. وهني قناة العقيقة الفضائية وكل عام وأنتم بخير جميع الموظفين والمذيعين، وأتمنى لبلادنا هاي الليلة الناس معيدين لو أنت وياي الليلة. مناسبة العيد نهنئ الشعب اليمني بإزالة الأزمة هذه إن شاء الله على خير، وإن شاء الله يرجع بلادنا في حفظ وسلام وأمن إن شاء الله يا رب، وأنت بخير إن شاء الله. أول شيء نتمنى لجميع حقاق بيت الله الحرام أن يتقبل الله منهم حقهم ويكون حق مبرور إن شاء الله، سعي مشكور. وتهنئة لجميع الشعب طبعا والأقارب خاصة وجميع العاملين معنا إن شاء الله، وأنتم كذلك في قناة العقيق أحلى ناس وأحلى شاشة إن شاء الله، وأنتم كذلك في خير وعافية إن شاء الله، وأنتم كذلك. عيد مبارك، كنتم بخير، باي. على الأيام